Allah is our creator, and all praises goes to Allah subhanahu wa ta'ala only. We often call Allah by his beautiful name. But do you know how many names does Allah have? Yes, Allah subhanahu wa ta'ala has 99 beautiful names, which are known as Asmaul Husna. The students of KG and pre-KG have prepared a performance on Asmaul Husna. Let's praise Allah together by singing along with the students. Students are requested to enter the stage for their performance. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملكي ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون